طيب النهارده ابدا معاك من التشكيل وطريقه اللعب والتعامل مع المنتخب المغربي من الدقيقه الاولى، كان عامل ازاي من وجهه نظرك؟ انا بالنسبه لي هاخد من كلام محمود وهبدا ابني على فكره ايمن اشرف، لان هي دي كانت التريك او اللقطه اللي في التشكيل، ان هو نص ملعب ثالث. والحقيقه خطوه موفقه جدا. انا مختلف مع الناس اللي بتقول انه ده مش مكانه او انه مش وظيفته، بالعكس ايمن لعيب فليكسبل جدا، لعيب بيلعب برجل الشمال وعنده مهاره الخروج بالكره، بيقدر يطلع في البيلد اب كويس جدا، عنده قدره على الكفرنج، بيواجه واحد من اسرع لعيبه العالم اشرف حكيمي، ولعيب صعب جدا جدا انك تسيطر عليه خاصه في الدقائق الاولى من المباراه. الناس اللي بتتكلم ان طبعا فتوح وكمان عمل مباراه عظيمه على الطرف الاخر في الشوط الثاني، لكن فشتان الفارق ما بين تواجه اشرف حكيمي في البيك بتاعه في اول طاقه لسه في كامل مستوياتها في اول 50 دقيقه من المباراه، اول 60 دقيقه من المباراه، وفي اخر اللحظات الاخيره في الاكسترا تايم عشان تقدر تلعب عليه. فايمن صحيح ما كانش موفق في ضربه الجزاء، لكن كان موفق جدا في التصويبه اللي حطها على المرمى، كان موفق جدا في تغطيه نص الملعب، كان موفق جدا الكرة. انا عارف ان ايمن اشرف بدوره، انا على فكره بتفق معاك انه ايمن اشرف اجيد بالمناسبه يعني، بس انا شايف انه دوره في استعاده الكوره كان دور رائع جدا، وده سبب من الاسباب اللي كان موجود النهارده، دوره عشان يغطي على اشرف حكيمي ويساند الفتوح، ولعب مع لاعب وسط الملعب كان دور جيد جدا، حتى لما رجع كسنتر باك قدم اداء كويس جدا باستثناء طبعا الانذار اللي خده واللي كان سبب في خروجه من المباراه مع التوتر. فانا بتفق معاك في القصه بتاعت ايمن اشرف. كمان انا عندي فكره واضحه جدا جدا عن طريقه البناء بتاعه كارلوس كروش. اي مدرب في الدنيا يا كريم تقدر تقيمه. احنا ليه اتصدمنا في اول مباراه من النيجيري؟ اتصدمنا صدمه كبيره جدا، لانه احنا ما لعبناش لعبنا ولا قدمنا طريقتنا. احنا اتصدمنا لانه ولا طريقه كروش نفسها، ولا طريقه كروش. برافو عليك، عارفين ان كروش بيعمل احسن من كده بكتير وبيبني احسن من كده بكتير والطريقه بتبقى احسن من كده كتير، فاتصدمنا في كل حاجه. في ثلاث حاجات تقدر تقيم المدير الفني عليهم. اي مدير فني في العالم تقدر تعمل بنش مارك زي اي بنش مارك او معادله تقييم بتتعمل لاي سلعه او اي منتج في الدنيا. رقم واحد طريقه بناء اللعب، رقم اثنين طريقه تغييره في التشكيل بتاعه، رقم ثلاثة طريقة دفاعه واستخدام الكي بلايرز اللي عنده، انه ازاي يقدر يستخدمهم ويفضلهم المساحات او يقدر يلعب عليهم. فلما جينا على المباراة الأولى نعمل ده على البنش مارك خدنا درجة وحشة جدا جدا، لأنه فاجئ اللعيبة ذات نفسهم، ودي وده خطأ فيتال ميستيك في كرة القدم لا يمكن تداركه أثناء المباراة. فأنت بعد كده قدرت خلاص حطيت الأمور في مكانها وامتصيت ده، وقدرت إنك ترجع في الجيم. المباراة أصلا في تسييرها فكرة إنك تحط نمط معين لوقت ريتنشن للكورة. يعني إيه وقت ريتنشن للكورة؟ وقت معين بتستغرقه على ما اللعيبه اللي بتبني الهجمه بتاعتك تخرج. والكلام الدور كان واضح جدا جدا على محمد النني، اللي انا كنت شايف الحقيقه انه من افضل المرات اللي محمد النني بيلعب فيها كره قدم مع منتخب مصر. والحقيقه كريم انا انت عارف انا دايما جريء شويه في الافكار. محمد النني تقريبا كان بيعاني من معضله دايما نفس الفتره اللي كان فيها ابو تريكه واحمد حسن في النادي الاهلي. أسوأ فتره لابو تريكه في النادي الاهلي في وجوده مع النادي الاهلي كان دايما في وجود احمد حسن كصانع العاب. في دوره كصانع العاب الملعب ما يستحملش اثنين بيختموا على الكره، فكان فتره تلاقي ابو تريكه بيتغير كتير وبيخرج كتير فدي كانت فتره بنتكلم عليها. نفس القصه لما تحط اثنين ديستروييرز في نص الملعب، النني طارق حامد او النني ومعاه مهام اخرى بنص خط وسط مدافع، بتحصل مشكله كبيره جدا، الادوار بتبقى متداخله. لكن تحط النني لوحده سنتر ميدفيلدر على الدايره، دي فكره جميله. تحط النني لعيب مع السوليه يتنوع في الادوار، يبقى معاه واحد زي ايمن اشرف بيريحهم شويه في الريكفري ويديهم وقت الريتنشن، تبقى فكره جميله. فكره ان عندك لعيب بيديك 120% من مجهوده طوال المباراه دي كانت حاجه جميله جدا. ففكره كروش انا تمرس فيها في اثناء الحديث يعني.